مرحبا، اليوم بعلمكم كيف تحضروا زبدة الفستق بينات بر. هالأكل كتير شعبي بأمريكا وكندا، ما في بيت إلا وفي منها. بيلزمني كوب من الفستق الطازج، هذا فستق كان ني، حمصته على الناشف وفرمته بالآلة لأنعم درجة ممكنة. من المهم إنه أفرمه قبل ما أضيف أي مكونات تانية. بضيف له ملعقة شاي من السكر، ملعقتين طاولة من الزيت النباتي، ورشة ملح خفيفة. شايفين هون الطرف الملعقة الصغيرة، رشة ملح خفيفة. بفرم جيدا. ضل بفرم حتى تصير ناعمة الملمس مثل زبدة الفستق التجارية. وهيك بيكون صار عندي زبدة فستق فاخرة جاهزة للأكل. مثل ما شايفين بحطها بعلبة مثل هيدي، يكون لها غطا، ما بحاجة اني احطها بالبراد. مكوناتها بتضل صالحة لعدة أسابيع بحرارة الغرفة، وإذا بدي فيني بردها فبضاين أكتر من شهر، والأفضل إنه بردها. ريحتها كتير شهية لأنه الفستق طازج بعده شي محمص مفروم. طعمها أطيب كتير من التجارية، الفرق بس إنها ما بتحتوي على مواد حافظة وتلوين وصوديوم والعديد من المواد الأخرى المضرة بالصحة. مثل ما شفتوا كتير سهلة، ما في أي مبرر إنكم تحضروها بأنفسكم، ومن ناحية تاني بتوفروا على جيبكم. علبة زبدة الفستق سعرها حوالي 3 إلى 4 دولار، هيدي أنجأ كلفتني نص دولار واستمتعت خلال تحضيرها. وانا حضرت سابقا نفس الوصفة وتعمدت اني احطها بالبراد حتى فرجيكم انها بتضل طرية رغم التبريد. مثل ما شايفين لما تتبرد بتصير بهالشكل هيدا، وبتضل طرية رغم التبريد. هلا بدي اعمل ساندويتش زبدة فستق على الطريقة الأمريكية. بدهن على شريحة من الخبز، بهالشكل هيدا، شوي كترت لأنها غنية، بس مش مشكلة. هلأ بعدين بشيلهم وبضيف طبقة خفيفة من المربى. عندي هون مربى كرز، بحط شوي لأنه زبدة الفستق حلوة فما بحاجة كتير حط حلو. كتير شهية. فينا طبعا نستخدم مربى فريز وثمار حقول أخرى. لمدوقة مذهلة فعلا، جربوها وصحتين على قلوبكم. إذا حابين تتفرجوا على المزيد مني فتشوا تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة في اليوتيوب، أو ضغطوا على رابط أسفل هالشريط. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.